الثاني هو الزين. اذا صحبات المنطقه ما فيها ولا بلاك انا بدخل ولا بخرج. الا اذا كنا مازال وصلنا العرش مرتين عرفش نسميتها ما صحا ما نزليش اذا ما كايناش التنميه ديالها ميمكنش منطقه بلا سميه عجيب ربما مازال ما طلعش السميه فيها السير انا غادي تسمعني بقا شي جوندارمي كتقطح عليا ولا يمسي عليا ما عرفت عمر مشى مسيس مصور انا كنظن بان راه المغرب تقدم في الاخر لا بالنسبه لتاعها يعني كاين بعض المناطق اللي كتلقى فيها يعني طريق فريا ولكن الحمد لله بالنسبه راه قليله ماشي كثيره يعني بعض الناس يقول لك اوروبا الطريق جبليه ونقيه حنا الحمد لله هذا طريق جبليه واعره شنو باقي اكثر من هالشيء مغربنا الحبيب حفظه الله من كل سوء قابلين عليه بالحفار ديالو وكل شيء ديالو حتى بالازمه ديالو الحمد لله المهم الحياه غاليه واش كتسمع عندكم في الكاميرا ولا ما كتسمعش
لكن عشان الرياح ديال الصح سبحان الله تدرب عليه واحد المنظر ديال الطريق واعره كاين هبطه وعاود طلع وجايه سلطان صار طبيعة الحال غادي يبقى وإلا راه ما غنلحقوش